اول بنت نزلت الموقع، اول بنت اشتغلت في مجال اللي هو كوميشن. ليه ايه ترجمتها؟ اللي هو ان انا بنزل السايت واللي هي فتره تسليم المحطه، وان هي بترفع السكينه وتنزل تولد كهرباء، اللي هي الجزء الاخير اللي هو اهم جزء في المحطه. حتى ده مش كلمتي انا والله، كلمه الاستشاري الاجنبي كان بيقول انت اول ست تشتغل في الهوت كوميشن. شايفه ان ربنا بيديني اكتر من اللي كان، من اللي كنت بحلم بيه، لان انا ابتديت ربنا اول شغلي ما كنتش باصه انا هاخد ايه، فبلاقي ربنا بيكافئني، بيكافئني بالاكتر باللي انا بتمناه والله. والله انا نفسي مش عارفه ازاي تم اختيار للمشاركه، لان هو كذا حد سالني السؤال ده، طب انت قدمتي عشان تشاركي في المؤتمر؟ والله ابدا انا ما اعرفش، يعني انا ما كنتش اتخيل ان هو مجهودي يتشاف قوي كده لدرجه ان هو الرئيس عايز يكرمني مثلا، هو هيتعمل فيلم ليا. فهم كلموني في الاول ان هم عايزين يعملوا فيلم اسمه بطل كل يوم، اللي هي الجهات التابعه لتنظيم المؤتمر، صح كده؟ بس هما برضو ما قالوش، يعني هما قالوا لي بصي احنا عايزين نصور معاكي فيلم هيتعرض في المؤتمر. قلت خلاص تمام انا موافقه جدا، يعني حبيت الفكره. فهم جم نورونا في اسوان وصوروا معايا يوم كامل تحت في الموقع، وصوروا معايا من بدايه خروجي من البيت زي ما احنا شفنا في الفيلم، كان عملوا معايشه يعني من يوم، من ساعه خروجي من البيت لحد ما انا بخلص الشغل ده. بعد كده بقى بعدها بيومين ثلاثه كده زينب انت هتبقي معانا، انت هتبقي معانا في المؤتمر والرئيس عايز يكرمك. انا اللي هو الرئيس عايز يكرمني انا؟ طب هو انا عملت ايه؟ معلش بس والله فالحمد لله هي جت كده، جت تسهيل من عند ربنا، هي مكافاه ربنا ليا، يعني ربنا شايف ان انا تعبت في شغلي فهو بيكافئني. حاجه جميله قوي ان رئيس جمهوريتك يكرمك، ده اعتراف ان انت فعلا ناجحه في شغلك. حسيت بقيمه نجاحي، حسيت بقيمه شغلي، حسيت بقيمه تعبي. خلتني بقى احلامي تكبر شويه وافكر ازاي هدي مصر، ازاي هدي شغلي اكتر من كده. خلاص انت بتشتغلي فبتلاقي عين باصه عليكي وبتكرمك وتقدرك، انت شكرا انت اشتغلتي.